أين سامبي؟ هل عاد؟ كان يتدرب قرب الشلال، عاد منذ قليل في حال أرسلها وقال إنه سيتحول إلى دوامة. دوامة؟ أحسن. القوة التي نشأت في مركز الدوامة تحت الماء تعظمت على السطح. ترى كيف حدث هذا؟ وجدتها، ولكن الوقت قصير، يجب أن أخاطر لكي أكتشف سر الدوامة، فقد قطعت وعدا للمدرب هينكل. قوتها جبارة، هذه هي الطريقة الكفيلة بنقل القوة، فإذا استطعت نقل قوتي بشكل لولبي عبر جسمي وصولا إلى ذراعي أكون قد اكتشفت سر طريقة الصدمة. يبدو أنه يبذل جهودا جبارة، يفترض به أن يعود في أي لحظة. أيها المدرب، نجحت أخيرا. أين هو؟ كنت بانتظارك، أرني ماذا فعلت. حاضر. سأتابع طريقك أيها المدرب. شكرا لك، لن أنسى ذكرك أبدا. سامبي، المعذرة يا راك، هيا بنا. بقي العجوز هينكل حتى آخر رمق في حياته مخلصا للكونفو، فعاش من أجلها وزرعها في نفس قوية قادرة على حمل لوائها.